يعني أنا في البداية أثق في شخص حضرتك جدا، الله يخليك. فحبيت أنسب ليك الأسئلة دي وأنت تردي. هو الناقد لما ينقد شخصية في عمل درامي أم شخص في ذاته يحق ليه ده ولا لأ؟ بصي يا حبيبتي، اتفضل. دلوقتي الأستاذ طارق الشناوي، بما إن إحنا بنتكلم عنه، ده راجل له تاريخ كبير يعني، حقيقي ويعرف تماما الفرق بين نقد عمل فني أو فنان داخل العمل الفني والتجريح أو الكلام السطحي. فأنا يعني إيه، ما أشك إن هو تطرق إلى أشياء تزعج يعني. اما مساله الوزيره، ممكن يكون هو رايه انها لم تكن موفقه في مسلسلها، واخد بال حضرتك، ويحق له انه يقول كده، ويحق لاي حد تاني يقول على اي حد ثالث ان فلان ده اخذ فرص لا يستحقها مثلا. هنا ده نقد مش تجريح طبعا، لان هو مش بيتكلم عليه، وما بس حد قاعد في الشارع ولا قاعد في كازينو وهو رمى جثته عليه، لا ده بيتكلم في عمل فني شفناه او شافه، وشايف ان فلان ده او فلانه اخذ فرص كثيره واحده تلو الاخرى ولم يحقق نجاح ممكن تنجح. وحضرتك تابعتي وقال ايه بالظبط؟ ايوه بصي يا حبيبي، ممكن فنان ينجح جدا في انه يبقى ضمن مجموعه في عمل فني، ايوه واخده بالك، يبقى الدور الثاني والادوار الثانيه دي حاجه كبيره جدا، بياخدوا عليها اوسكار احسن ممثل دور ثاني. طبعا بحاجه كبيره جدا يعني، طبعا فنانين كبار، مش عيب ان هو، لكن لما يقفز الى الدور الاول وهو مش مؤهل او مش مؤهله ممكن ما ينجحش، زي ناس كثيره جدا ما نجحتش.